سعد، أهلا بك دكتور سعد. بداية أطلب منك من قراءتك ومشاهدتك للمشهد تشخيص لهذه الأزمة، هذه أزمة ماذا؟ أزمة نفايات، إدارة ملفات، أم أنه الموضوع أكبر بكثير هو صراع مصالح؟ أولا أريد أن أعبر أن هذا الغضب الشعبي الذي نشهده اليوم احتجاجا على نقل المشكلة من مكان إلى آخر هو غضب مشروع، لأنه يؤثر وينعكس على صحة المواطن وحياة المواطنين واقتصادهم وكل مناحي الحياة، فهو غضب مشروع، وهو غضب ناجم عن قصور في سياسات الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات طويلة في معالجة سليمة وصحيحة لملف النفايات. الحكومات المتعاقبة أخضعت هذا الملف لمحاصصات وتوزيع غنائم بين الأطراف السلطة في لبنان، وهذا ما أدى إلى ما نشهده اليوم من نتائج كارثية على المستوى الوطني بسبب سياسات الحكومة أو الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات طويلة. طب هذا في تشخيص لأخطاء يعني متراكمة على مدى حكومات بما له علاقة ربما من تسعينيات القرن الماضي، هل يتم استخدام دكتور أسامة سعد هذا الملف بإطار المصالح السياسية أو ضمن الأسلحة التي باتت تشرع على حسابات إن كان في الداخل اللبناني أو ما نشهده في تحولات بالمنطقة؟ سأركز على هذا الموضوع معك لو تسمح لنا بعد عرض التقرير المقبل. إذا مشاهدينا، تنتقل الحكومة اللبنانية من أزمة إلى أخرى على إيقاع تناقض أطرافها حول استراتيجية معالجة الملفات الأساسية، فماذا في أزمة النفايات الجديدة على الحكومة؟ حسن عبد الله. لم تكن الحكومة اللبنانية في حاجة إلى أزمة النفايات حتى تهتز أعمدتها. الصراع بين أجنحتها وصل طوال الأشهر الماضية إلى مرحلة بالغة الخطورة، ولا سيما حين احتدم الخلاف حول آلية عمل مجلس الوزراء وما يزال محتدما. في خلفية المخاض الذي تعيشه الحكومة حاليا كانت مشكلة النفايات وحرائقها بمثابة المفاعل الذي أعاد تخصيب المخاوف من دخول لبنان مرحلة المجهول التي حذر منها أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، وربطها بتهديد رئيس الحكومة تمام سلام بالاستقالة. الرئيس سلام الذي أتى إلى رئاسة الحكومة في تسوية تمنع دخول البلاد في فراغ تام بعدما عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس للجمهورية، وضع بالفعل استقالته على الطاولة بالرغم من أن مصادر مقربة منه نفت الأمر. هذا المناخ المحتقن يكشف عن صراع فعلي على الإمساك بقرارات السلطة في غياب رئيس الجمهورية. بحسب مصادر نيابية مطلعة على الملف الحكومي، فإن لبنان دخل مرحلة من الضغط الشديد ستستخدم فيها كل الأسلحة السياسية المتوفرة على أعتاب التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، ولا سيما التطورات الميدانية المتسارعة في كل من سوريا والعراق وتداعيات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية. عودة إليك دكتور أسامة سعد، بما انتهى إليه تقرير الزميل حسن عبد الله، هل ترى أن هناك توظيفا سياسيا لهذا الملف أو أزمة النفايات، وبالتالي ما الحدود التي يمكن أن نراها؟ اعتدنا في لبنان على التوظيف السياسي والطائفي والمذهبي والمناطقي لكل الملفات، وهذا الملف هو ملف مهم جدا بالنسبة للبنانيين كما ذكرنا، هو ملف يعني مرتبط بحياتهم وباقتصادهم وبمعيشتهم وبصحتهم طبعا. هناك توظيف سياسي بالتأكيد لهذا الملف على أكثر من صعيد. هناك يعني كلام عن ضغط على الحكومة من أجل أن تستقيل أو أن تدخل في تصريف الأعمال، وهناك أيضا كلام عن محاولات يعني تغيير الحكومة، وهو أمر غير متاح بسبب تعطيل مجلس النواب وبسبب غياب رئيس الجمهورية. كل هذه المسائل يعني اعتاد عليها اللبنانيون.
يعني كل القضايا، مش هي القضية الوحيدة اللي عم تخضع لهذا التوظيف السياسي. يعني لبنان يعاني من أزمة بطالة، يعاني من اقتصاد متردي، يعاني من خدمات متردية على صعيد المياه، الكهرباء، الصحة، التعليم وغيرها، وهو يدخل من أزمة إلى أزمة أخرى أعمق وأكبر. وهذه الأزمة التي نشهدها الآن يعني ناجمة عن كما ذكرت يعني عدم وجود سياسات أو مخطط لدى الحكومة الحالية والحكومات السابقة لمعالجة ملف النفايات في لبنان، معالجة ووضع حلول تقنية وبيئية سليمة وصحيحة لهذا الملف، لأنه اعتاد أهل النظام على يعني إدارة الملفات على أساس المحاصصات والمغانم. نعم. الكل بيتحمل مسؤولية صراحة، كل الموجودين بالسلطة الآن يتحملون مسؤولية ما آلت إليها أوضاع اللبنانيين على كل الصعد بما فيها هذا الصعيد. طيب أنت ما الذي ترى أو كيف تعتقد يمكن أن تكون دكتور أسامة سعد جلسة الغد للحكومة؟ هل تعتقد بالفعل أنها ستتحول لحكومة تصريف أعمال؟ وذكرت إطار الضغوط، من يضغط على الحكومة لتأخذ هذا الشكل أو تستقيل؟ هناك ضغوطات متبادلة في محاولة لتحسين الشروط، كل طرف يريد أن يحسن شروطه في المعادلة اللبنانية. هناك من يعتقد أنه التطورات اللي عم تحصل في المحيط لها انعكاسات قد تكون لمصلحته في لبنان. هذه الأمور يعني عم يعاني منها الشعب اللبناني صراحة. أنا أدعو كل الأطراف إلى أن يتخلوا عن رهاناتهم على التطورات الخارجية في سوريا وفي الملف النووي وفي غيرها من الملفات، أن يتخلوا أن ينظروا إلى مصالح الشعب اللبناني وقضاياه الأساسية. الناس ضاقت زرعا بهذا السلوك لدى قادة النظام في لبنان، هذا السلوك أصبح مدانا من غالبية الشعب اللبناني. نحن نعيش مآسي يعني كبيرة على كل الصعد، اللبنانيون باتوا يعني في حالة كارثية على كل الصعد، وهذا يدعونا لأن نطالب القادة النظام لأن يتحملوا مسؤوليتهم أو أن يرحلوا. طب وبكل الأحوال وبينما نحن نتحدث الآن، يعني المعلومات تشير إلى أنه تم التوصل لحل أزمة النفايات، لا ندري تحديدا يعني الشكل الذي يمكن أن يكون هو هذا الحل، ما هو شكل هذا الحل، خصوصا أنه سمعنا بالأمس وما قبل يوم الأمس أنه كمان كان هناك نوع من الحلول. تعليق دكتور أسامة. سيدتي، يعني الحلول اللي أراها أنا متاحة الآن هي نقل الأزمة من مكان إلى آخر والتهرب من المسؤولية. هذا النظام أثبت فشله على أكثر من صعيد، هو الآن يعني سوف يسعى إلى نقل المشكلة أو تأجيل أو تسويف في حل القضايا، ومنها قضية النفايات، وأهل بيروت والمناطق يعيشون أزمة حقيقية لا يجدون أي حل لها، ولا يجدون أن هناك مسؤولين يريدون أن يضعوا حلولا واضحة وأساسية لهذه المشكلة. هم يعرفون أنه في 17 تموز كان لازم يقفل مطمر الناعمي. أنا أسألهم ما هي الخطوات اللي عملوها وصولا إلى 17 تموز؟ لم يفعلوا شيئا، أبدا لم يفعلوا شيئا، والآن يريدون أن يصدروا المشكلة من مكان إلى آخر، يريدون أن ينقلوا النفايات تارة إلى عكار، تارة إلى أقليم الخروب، تارة إلى صيدا، تارة إلى البقاع. كل هذه المسائل هي ناجمة عن تخبط، لأنه ما في سياسات واضحة، ولأنهم بدهم يستمروا بنهب مليارات الدولارات لكبار المافيا
لتخزن هذه الأموال في خزائنها. هذا اللي عم يعملوه. أنا بقول مثلا على سبيل المثال نحن بصيدا عندنا أصلا مشكلة بيئية كتير كبيرة، وأنا بقول إنه هن إذا بدهم ينقلوا بقولوا في معمل بصيدا ممكن معالجة هالنفايات. أنا بقول لأهلنا ببيروت اللي نحن منحبهم ونحن حريصين عليهم حرصنا على أنفسنا، ونحن ما منقبل عاصمتنا تكون مليئة بالنفايات، ولكن أنا بقول لهم إنه صيدا مساحتها 7000 دنم، يعني طولها 7 كيلومتر وعرضها كيلومتر، لا تستطيع أن تتحمل مثل هذا الكم الهائل من النفايات. أيضا المعمل الموجود فيها غير مكتمل التجهيزات، وهو يرمي جزء كبير من المواد اللي بتوصله من صيدا بالحوض البحري اللي حده. أيضا النفايات اللي موجودة ببيروت لا يتمكن، لا يستطيع المعمل معالجتها. دكتور أسامة، عذرا المقاطعة ببيروت بالشوارع، عذرا المقاطعة، ولافت أنك تتحدث وتشرح من باب الآلية وعمل المؤسسات، وهذا لافت في إطار الحل مثل هكذا أزمة، لكنك وضعتها في خانة سياسية وأشرت إلى أنه ربما الإعلان عن حل أزمة النفايات يأتي في إطار التنفيذ قبل جلسة الحكومة بالغد، طالما هي ستدرس آلية عمل الحكومة. عندنا مشكلة بالنسبة لبرلمان اللبناني، وبالتالي الأمور إلى أي شكل ستأخذ؟ لا أعتقد أنه هذه أزمة النفايات سوف تسقط الحكومة. إذا كان البعض يراهن أنه هذه الأزمة سوف تسقط الحكومة، أعتقد أنه أرباب النظام، ما أنا فقط كنت أقول عذرا المقاطعة مجددا أنه ستبحث آلية عمل الحكومة، وهو الملف الأبرز ربما، هذا الملف كما تحدثت يتم في إطار استخدام الضغط لهذه جلسة ربما أو درس آلية عمل الحكومة. يعني أنا بصراحة يعني بعتقد أنه مفترض أنه يكون في تطبيق للدستور في هذا الخصوص، يعني بمعنى أنه آلية عمل مجلس الوزراء تخضع لمواد دستورية، وبالتالي على الجميع أن يحتكم إلى الدستور في مقاربة آلية عمل مجلس الوزراء في ظل غياب رئيس الجمهورية، وتتحمل الحكومة مسؤولية وتحضر مع مجلس النواب لجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. المشكلة مش عند الناس، ليش بدهم يحملوا المشكلة القادة النظام؟ ليش عم بيحملوا المشكلة للشعب اللبناني؟ الشعب اللبناني تحمل الكثير الكثير، وعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم، هن موجودين بالسلطة وهن أصحاب القرار، فلينتخبوا رئيسا للجمهورية ولينظموا عمل مجلس الوزراء وليعالجوا قضايا الشعب اللبناني. يعني نحن ما عادش الناس قادرة تتحمل مزيد من التسويف في هذه الملفات الخطيرة واللي عم تروح من السيء إلى الأسوأ بوضع، يعني الوضع متفجر في كل المحيط والحرائق مشتعلة، ولبنان لم يعد محصنا بما يكفي لمواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات الحقيقية، خصوصا من الجماعات الإرهابية اللي على حدوده والمتغلغلة داخل البلد. ونحن هلأ عم نعيش بمنطقة صيدا وعم نشوف أحداث وتطورات خطيرة في مخيم عين الحلوة وغيره، والحكومة عم تشتغل يعني عمل السلحفات وعم دخلوا البلد بصراعات ونزاعات ومشاحنات لا طائلة منها، وانعكاساتها عم تكون سيئة جدا على أبناء الشعب اللبناني وعلى الأمن وعلى استقراره في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة. دكتور أسامة سعد، رئيس التنظيم الشعبي الناصري، كنت معنا مباشرة من صيدا بجنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. وفي ختام المسائية نعود بكم إلى عناوين ملفاتها.